بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يكون الجميع بصحة وسلامة. نبدأ على بركة الله الجزء الثاني من المحاضرة الأولى التعريفية بالنان لينير سيستمز. بالجزء الأول تعرفنا على النان لينير سيستمز والفرق بينها وبين اللينير سيستمز وكيف نتعرف عليها من خلال المعادلات الرياضية. بهذا الجزء راح ناخذ بالبدايه بعض الامثله التطبيقيه اللي نتعرف بها على النون لينير سيستمز. واحد من هذه الانظمه المشهوره هو البندلم، او معادله البندول، او البندلم سيستم. طبعا البندلم سيستم، اذا نجي على الفورس بالانس، او معادله توازن القوى على الكره، نلاحظ ان تنتج عندنا المعادله التفاضليه التاليه، اللي هي ام جي ساين ثيتا بلس ام ال ثيتا دبل دوت ايكول زيرو. هذه اشتقاق، او كيف ظهرت هذه المعادله، من خلال معادله توازن القوى على كره البندول. الان M طبعاً كتلة البنتول، G هي التعجيل الأرضي، وثيتا اللي هو الستيت فاريبل لهذا السيستم، هي الزاوية طبعاً بين البندول المتحرك وبين الشاقول. زين، الآن هل هذا السيستم لينير أو لا؟ طبعاً حتى نقرب الفكرة، نقارن الاسم الفاريبل اللي كنا نتعامل به بالتست المحاضرة اللي فاتت هو واي، وستيت فاريبل هو اللي هنا اللي هو ثيتا ومشتقاتها. فإذا بدلنا مكان نسميه ثيتا، نسميها بدل كل ثيتا نخلي واي، تصبح عندنا المعادلة بهالشكل واي دبل دوت equals minus جي over ال ساين واي. طبعا من خلال أول نظرة على السيستم نلاحظ أنه الواي ومش داخلة في نون لينير فانكشن اللي هي الساين، فبالنتيجة الأوفر أول سيستم هو non-linear system. Another example هو biological example اللي هو Bergman minimal model اللي هو متألف من ثلاث معادلات تفاضلية من الدرجة الأولى. هذا الموديل يصف تركيز سكر الدم لمرضى السكري من النوع الأول. طبعا هذا الموديل البسيط أو المبسط اللي يصف سكر الدم هو طبعا وضع من اجل تصميم متحكم او كنترولر لغرض تنظيم سكر الدم لهؤلاء المرضى. الان احنا اللي يهمنا هو الماثماتيكال موديل اللي امامنا اللي هو 3 first order differential equations. طبعا الستيتس اللي عندنا اللي هي states of the system او state variables هي ال GXI اللي هي الجلوكوز والانسولين states. طبعا من خلالها راح نعرف هل السيستم اللي هو متكون من ثلاث معادلات متداخله هو لينير ام لا. لنجي نفحص اول ديفرنشال اكويجن، راح نشوف جي دوت، وداخل جي دوت ماذا نجد؟ طبعا الجي دوت هي لينير تيرم. الطرف الاخر نلاحظ انه اول تيرم موجوده ب جي، طبعا بي 1 وجي بي هي كونستنت، فهذا الترم نقدر نقول عليه لينير. الترم الآخر اللي هو x في g، طبعاً g هنا جت مضروبة ب another state variable اللي هي ال x، فبالنتيجة هذا الترم هو non-linear term. أوكي؟ فالسيستم overall هو non-linear system. فهذا another example لبيولوجيكال system non-linear. زين، هسه راح نجي على مثال اخر لميكانيكال سيستم، من خلاله راح ندرس تصرف النون لينير سيستم. طبعا هذا السيستم هو عباره عن اندر ووتر فيكل، المركبه تحت الماء، تطلق في البحار والمحيطات كما في هذه الصوره. طبعا هي بها انواع واشكال عديده جدا، هذا واحد منها، تطلق تحت الماء لاغراض بحثيه عديده، للاستكشاف، لرسم الخرائط الى اخره. حركة هذه المركبة توصف بالمعادلة البسيطة التالية، طبعا هذه very simplified، بين من وبين من؟ بين ال V اللي هي سرعة حركة المركبة، وبين ال U اللي هي الثراست أو قوة الدفع، قوة دفع المحرك. طبعا احنا ايش راح نسوي؟ راح ندرس
هذا السيستم النون لينير من خلال سيميوليشن بسيط حتى نشوف شنو معنى انه النون لينير سيستم الى تصرف احيانا يكون ريسبونس غير متوقع بالمقارنه مع انذر لينير سيستم. راح نسوي تجربه او تجربتين بالاحرى على هذا السيستم. التجربه الاولى راح ندخل يو انبوت على اللي هو ستيب انبوت بالشكل التالي. راح نخلي يو تساوي ستيب انبوت مره قيمتها واحد لمده 5 ثواني ثم صفر 5 ثواني اخرى. يعني شنو؟ يعني اني انطي باور اون 5 ثواني وبعدين اطفي الباور على الفيكل الخمس ثواني الثانيه، فالزمن كله هو 10 ثواني. اوكي، اشغل لمده 5 ثواني بباور قيمتها واحد وثم بعدين اطفي الباور على الفيكل. اللي اتوقعه انه راح يطلع لي ستيب ريسبونس، يعني اللي راح الاوتبوت هو في. فنشوف الفي او سرعه الفيكل هذه شلون راح تتصرف. طبعا طلع لي ايضا ستيب ريسبونس بالشكل التالي. طبعا الستيب ريسبونس بجزئين، الجزء الاول اللي هو اول 5 ثواني كان الريسبونس للستيب اللي هي اون ستيت او حاله التشغيل. اول 5 ثواني كانت المركبه في حاله السكون ثم زادت سرعتها تدريجيا الى ان استقرت على قيمه معينه وتتحرك بها زين، وكان زمن الاستقرار سريع نسبيا تقريبا خلينا نقول 2.5 او 3 سكند زين. بعد في الثانيه 5 او اتيت ثواني 5 الانبوت ايش صار بي؟ انطفى. فبالنتيجه المركبه بدات تنطفي وسرعتها بدات تتناقص تدريجيا حتى تصبح صفر. ولكن ايش تلاحظون هنا؟ تلاحظون انه زمن اللي زمن الستيدي ستيت، يعني هنا عندنا steady state وهنا أيضا عندنا steady state. The steady state في حالة الـ on كان سريع تقريبا 3 at t تساوي 3 وصلنا ودخلنا بالـ steady state واستقرينا، وبحيث بالـ t 5 احنا مستقرين. لكن في حالة الـ off رغم طبعا انه الـ input الـ input الـ on هو 5 ثواني والـ off أيضا 5 ثواني، لكن نلاحظ انه بالاون الزمن كان زمن الاستقرار كان سريع الستيدي ستيت او السيتلينج تايم، ولكن زمن الاستقرار بالاوف كان جدا بطيء. يعني المركبه حتى توقفت احتاجت تقريبا 15 ثانيه او اكثر. شنو السبب؟ رغم انه الستيب الاون والستيب الاوف هما نفس المقدار الزمني. السبب هو هذا النون لينير تيرم اللي هو ابسولوت في في في. هنا الابسولوت في هو يعمل عمل الدامبينج كوفيشنت للفي اللي هي السرعه. يعني شنو؟ يعني لما تكون المركبه في حاله السكون الدامبينج يساوي السرعه فقيمته ايضا تكون قليله، وبالنتيجه يعني كان هذا الدامبينج شنو معناته؟ معناته هذا يشتغل مثل البريك. فلما تكون السرعة قليلة هو أيضا يكون قيمته قليلة، فكأنه ما لا يوجد بريك على السيستم فينطلق بسرعته وإلى أن يوصل السرعة الأوتبوت إلى الستيدي ستيت زين. في حالة ثانية لما كانت الانيشال فاليو أو قيمة الانطلاقة مالتنا السرعة هي قيمتها ليست صفر أو قيمة different from zero، الدامبينج أيضا كان إلى قيمة لا تساوي صفر أو قيمة إلها وزن. فبالنتيجة لما حركت أو طلبت من عنده ينتقل للستيدي ستيت الثانية نلاحظ أنه الدامبينج أو أنه السيستم عنده دامبينج. يعني شنو؟ يعني ما راح يخلي الأوتبوت ينطلق بسرعة. ليش؟ لأنه هذا يشتغل شغل البريك، والبريك هالمرة إلى قيمة وإلى وزن، فرح ما رح يخليه ينطلق بسرعة نحو الستيدي ستيت ويستقر على الصفر، وإنما بطأ لأن قيمة الدامبينج كانت كونسيدرابل أو لها وزن. فهذا يرجع إلى طبعا نرجع نقول للنون لينياريتي هذه اللي هي تعتمد على السرعة. أوكي، هسه هاي التجربة الأولى
شفنا انه الريسبونس هو ستيب ريسبونس. الملاحظه اللي لاحظناها انه السيتلينج تايم في الحالتين الاون والاوف رغم انه الزمن هو متساوي كان السيتلينج تايم غير متساوي. اوكي بسبب النونلينير تايم. هسه راح نسوي تجربه ثانيه اليو راح نضاعفها. يعني شنو؟ يعني راح ندخل على نفس السيستم ستيب ولكن 10 مرات بقد الستيب الاولى ايضا لمده 5 ثواني ثم نطفي الباور على الفيكل لمده 5 ثواني اخرى ونشوف الريسبونس. نلاحظ انه الريسبونس ايضا ستيب ريسبونس سريع جدا وصل الى ستيدي ستيت حتى اسرع من المره اللي فاتت واستقر بحيث عند الـ T تساوي 5 اللي هو زمن الأوف أو زمن الأطفاء. هنا نلاحظ أنه الـ vehicle بدأت تتناقص سرعتها تدريجياً والأوتبوت بدأ يقترب من الصفر ولكن طبعاً ببطء شديد توقفت المركبة. استجابة المركبة أيضاً بهاي الحالة للتوقف لحالة الأوف هي أبطأ بكثير من استجابتها لحالة الأون للسبب اللي ذكرناه قبل قليل. الملاحظة الثانية المهمة هي أنه اليو لما ضاعفناها في 10 نتوقع أنه الفيلوسيتي تكون أيضا خلينا نقول نوعا ما تنضرب في 10، لكن الحقيقة أنه الأوتبوت قبل شوية كان لليو تساوي 1 الأوتبوت 1، فإحنا هنا نتوقع لما اليو تنضرب ب 10 يطلع الأوتبوت أيضا قريب من 10، لكن لا طلع لنا تقريبا 3 في حالة الآن. هنا التفسير الرياضي لذلك هو طبعا هذه احنا سرح ندرس التفسير الرياضي ليش استقر السيستم في حالة اليو تساوي 10 على 3 بهاي التجربة بينما بالحالة الأولى استقر على 1. فرح ندرس حالة الستيدي ستيت. زين نجي على نفس المعادلة هذه ندرسها في حالة الستيدي ستيت. أول شيء بالستيدي ستيت أو بالإكوليبريوم ستيت اللي هي الحالة الاستقرار أو الاستكون، شنو معناتها؟ معناتها كل المشتقات اللي هي الريت أوف تشينج للفاريبلز تساوي صفر. فآت ستيدي ستيت كل المشتقات أساويها بالصفر وأسمي الفاريبل في اس. ليش؟ لأن أنا هسه أشتغل على حالة معينة فأسميها اللي هي الستيدي ستيت، لهذا راح أسمي كل في في اس. زين هسه من راح اشتغل على الستيدي ستيت راح اشغل اشتغل على السيستم بالتجربتين. يعني التجربه الاولى اللي هي يو تساوي 1 اعوضها بهاي المعادله ات ستيدي ستيت. فشي يصير طبعا شلنا الفي دوت حطينا صفر لان احنا بدنا نشتغل مثل ما قلنا بالستيدي ستيت زائد كل في سميناها في اس يساوي اليو اللي هي 1. من احلها طبعا لبوزيتيف فاليوز اوف فيلوسيتي احنا هسه بدنا نشتغل بالريفرس دايركشن فبي اس تساوي 1. نجي نحل نفس الطريقة ولكن بيو تساوي 10 اللي هي الاكسبيرمنت نمبر 2. نشوف بالستيدي ستيت ايش يطلع لي. يطلع لي انه السرعة بالستيدي ستيت بالتجربة الثانية هي قيمتها 3.2 وهذا الشيء طبعا يطابق الفيجرز اللي شفناه قبل شوية. الستيدي ستيت بالاكسبيرمنت نمبر 1 في حالة الاون كانت 1 بالاكسبيرمنت نمبر 2 في حالة الاون كانت 3.2. من خلال هذه التجربة نقدر نفهم انه احنا حتى نسيطر على نون لينير سيستم نحتاج نفهم تصرفه وهذا شيء جدا مهم خاصة لأنظمة مثل هذه اللي هي لها رينج عالي من السرعة ممكن يتغير وبالنتيجة يحتاج إلى دراسة وتحليل. فيختلف عن اللينير سيستم اللي هو تصرف متوقع ويتصرف بشكل بروبورشنال لأي تغيير بالانبوت. زين